كيف تصلي المرأة المسلمة في الحجاب؟ هل تؤخر الحجاب إلى منابت الشعر حتى تسجد على الجبهة كلها، أو يكون الحجاب في وسط الجبهة؟ إذا كانت بحضرة رجال غير محارم لها تغطي وجهها بالكامل وتسجد من وراء الحجاب، لا مانع من ذلك، تسجد من وراء الحجاب، يكون الحجاب بينها وبين الأرض، ما في مانع. نعم.